الرحمن الرحيم. ابوس ايدك ما تتوترش. انا كسبت فعلا بس اتنين. شوف سبحان الله. ثانية يا ماما. انتي ازاي قالتلي اختاري ده؟ دي؟ انتوا لعبتوا في الفيديو؟ لا. بسم الله الرحمن الرحيم وكسبت 5 جنيه يا فوزي. احنا كسبنا 5 جنيه. ما تعمل لايك وسبسكرايب يا عم. انت بتزعق. طب مش عامل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده معانا بسكوت كشاف وان شاء الله انا ورعون اللي هنكسب. لا ان شاء الله. لا احنا. انا لا انا ان شاء الله اكسب. اتمنى ان تضغطوا على طول. هو حاسس انه هيكسب بس احنا ان شاء الله هكسب النهارده. اتمنى ان انتوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل جديد. والنهارده عايز اقول لكم ان احنا معانا بسكوت كشاف زي ما ندى قالت. الفيديو النهارده هنعمله من الصغير الكبير. قول يا فوده. بسم الله الرحمن الرحيم. شوتر انت يا ان شاء الله هيكسب. ما هو احنا المفروض احنا بقى اللي نكسب المره دي. ما انتوا المره اللي فاتت بتكسبوا. احنا كل مره ان شاء الله والمره الجايه كمان. انا هساعدك عشان انت. واحده واحده. انا سميه طريق العشاء. بص ايه محسوب. انت هتصرف 10 جنيه. احنا كده شكلنا هنخسر النهارده. فريق البنات اللي هيكسب ولا فريق الولاد اللي هيكسب؟ ويا ريت تقولوا لنا في الكومنتات على اسماء للفريقين. شوفوا اسم الفريق البنات وشوفوا اسم الفريق الولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجنيه وجنيه يا ربي. وجنيه. ابوس ايدك ما تتوترش. ابوس ايدك ما تتوترش. بقى عشان انا عليا الدور. اختاري يا ماما. بسم الله. اختاري يا ماما. دي؟ انتوا لعبتوا في الفيديو؟ لا والله. انتوا لعبتوا وانا بتكلم. والله ما عرفنا. في نملة بس. انا بعرف بالله. انا كسبت فعلا بس. شوف سبحان الله. انا حاسس ان هم قعدوا يلعبوا. لا والله ابدا. والله ما اعرف حاجة. ندى ما كسبتش وهم كسب 100 جنيه. ان شاء الله. انا اللي عليا؟ تمام. بسم الله. اصل مش شرط ان اللي في حاجه هو اللي بيكتب. أيوة في ورق. ايوه مش شرط. احنا اذكياء برضه. مش انتوا اذكياء. وبسم الله الرحمن الرحيم وكسبت 5 جنيه يا فوز. احنا كسبنا 5 جنيه. ادي ما احنا كسبنا جنيه. مش مهم بس احنا النهارده اللي ان شاء الله اللي هنكسب. باذن الله. انا كسبت 5 جنيه وهم كسبوا جنيه. ما تقلقش يا فوز يا رب. بس خليك هادي كده وسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه. يلا يا فهد. يلا اختار يا فهد. يلا يا بس هتسمي وتقول ايه؟ بسم الله. يلا بسم الله. انت شكلك انت اللي هتنفسني وهتخسرني. ليه يا؟ مش عارف. بالعكس ده انت كنت كسبت عشان تقعدي معايا. انا كسبت عشان تقعدي معايا. اتمنى ان انتوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل جديد. ليه على فكره في الكلب ما حدش يبص. ما كسبش حاجه برضه. كسبت الورقه. كسب ورقه التلوين. حلوه برضه بيلونوا فيها. مش بيلونوا ده هما بيقولوا. ايوه بيلونوا فيه. لا انا مش عارف كانوا فيه ورقه. جواها رسمه بيلونوها. بيقولوا اه اتعلم ولون. بص ايدك ركز. يلا يا رمضان. يلا. بسم الله. لا انا المفروض ما اقولكيش عشان تخسر. لا. المفروض ما اقولكيش عشان تخسر. بسم الله الرحمن الرحيم. رعون كسبت جنيه وانا مش عارف اعمل ايه. بس على فكره انا لحد دلوقتي كسبان 5 يعني. اكتر مننا ب 3 جنيه. مش مهم. احنا كسبنا مرتين. بس هنكسب. ماشي. انت رايح فين؟ ما هو ده بس. انت هتاخد. انا بقى اتمنى ان انتوا تضغطوا لايك لو لحد دلوقتي على الفيديو واختاروا لنا اسم للفرقتين. ايه؟ ما حسبتش. ورا برضه؟ كسبت والحمد لله كسبت. بس هتاكد يمكن ورا كسبت ورق ورق ورق. يا رب. مين عليه؟ انت. انا؟ بسم الله. نختار ده. انتوا مالكم باصين؟ باصين لي كده ليه؟ بنتمنى لك الخير. بال عليكم والله. بال على وشكم وضحككم وكل حاجه فيكم. ما كسبتش حاجه. لا هو. لا هو. ماشي مش مهم. المهم ان احنا كسبانين لحد دلوقتي 5. انا اكسب بقى. مين؟ يلا يلا. بسم الله. بسم الله. بسم الله. ما حدش بقى يتريق. مش هنتريق يا ماما. محدش يقدر يتريق عليك. انت ابوك كسبان 5 جنيه. بس سمي انت الله وافتح.
بس عايز اقول لك على حاجه، انت مش هادي، انت عارف لو ابتديت كده هتكسب. ايوه يا بنتي حبيبتي، يا راسيه بتاعتك هتكسب تلوين. عايز عايز ما تكسبنا مرتين. مين اللي كسب؟ لا رؤون اللي كسبت الاثنين دول. ماشي يعني انت فقر النهارده. لا مش فقر، انا معترف كل واحد جنيه. طب بصي ايدك بقى انت ايه؟ استهدى بالله، يا رب ما تكسب، 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 يا رب ما تكسب. على فكره ده ما فيهوش مكسب برضه. مفهومش كده خلاص. ثلاث اكياس كيس بحبهم. مفهومش حاجه. طب يلا ندوا ضغطوا لايك وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل جديد، وتشجعونا في الكومنتات وتشجعونا في الكومنتات وتختاروا لنا اسم حلو للفرقه بتاعتي بتاعت الولاد، وتختاروا اسم لفرقتهم فرقه البنات. ومع السلامه.